والخبر الثالث اللي معانا ان وجه الدكتور نبيل العربي الامين العام للجامعه العربيه الشكر للسعوديه خلال كلمته بالقمه العربيه الامريكيه الرابعه في الرياض امس الثلاثاء، وقال نقدر جهود السعوديه في عقد هذه القمه. وتابع العربي تضاعف حجم التبادل التجاري بين دول المنطقتين وتم تعزيز التعاون في مختلف المجالات، ونؤكد على التضامن التام مع دول امريكا اللاتينيه في قضاياها. وقال العربي أيضا الجامعة العربية تؤكد على أن مواجهة الإرهاب يجب أن تكون شاملة وليست أمنية فقط. وعن الأزمة السورية قال العربي الأزمة السورية أكبر أزمة إنسانية في القرن 21، ونشيد بما قدمته العديد من دول أمريكا الجنوبية للاجئين السوريين.